إنما سمعوا كيد ساحر إنما سمعوا كيد ساحر إنما سمعوا كيد ساحر وألق ما في يمينك ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا والله خير وأبقى
سبيلك فلن نحصى ثناء وألقنا في يمين وألقنا في يمين وألقنا في يمين وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر قال لكم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فقد أوزعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الأخرى فتشبهوا كيدكم فأصبحتم صفرا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي أول من ألقى قال بللت فإذا حبالهم وعسير يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوشس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت معنا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة في الشجر آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلمنكم في شذوع النخل ولتعلمن أننا أشد عذابا وأبقى الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله
بطيب ما جئت ليسحر إن الله سيبطله الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون من الشيطان الرجيم إن من صنعوا كيد ساحر 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة في الشجر قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأسكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فضربوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا